رابعا قال عن لقطة الحيوان له الضالة، أعطاك قاعدة، قال كل ما يمتنع من صغار السباع، يعني إنه صغار السباع، شو صغار السباع؟ مثل إيش؟ واحد صغار السباع مثل الذئب، اثنين ثعلب، هذا صغار السباع، حتى القطة هاي من صغار السباع، القطة والثعلب وهذا الذئب لا يستطيع أن يأكل مثلا الجمل، فقال وصغار السباع فإنه لا يجوز التقاطه. يعني أنت وجدت فرسا فهذا لا يلتقط، الشيخ ابن عثيمين يرى أنه حكمه حكم الجمل، يستطيع أن يدافع عن نفسه ويستطيع أن يأكل ويشرب لوحده. هاي سوف تأتي معنا إن شاء الله في باب اللقطة، فلا نستعجل.